في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يغرق الفلسطينيين في وحل المعاناة والمأساة بكافة مناحي الحياة، فمن الحصار 14 عاما وما خلفه من زيادة في حالة الفقر والبطالة إلى جولات حروب وانتهاك كل ما هو إنسان. الحصار يتناقض تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأوضاع الإنسانية ستدهور. حوالي 85% من سكان قطاع غزة بيعيشوا تحت خط الفقر، 400 ألف عامل معطل عن العمل، و60% ارتفع معدل البطالة. طبعا نقص خطير في الأدوية وفي مواجهة جائحة كورونا ومستلزماتها. كل هذا جعل من واقع قطاع غزة اليوم واقع مأساوي صعب يحتاج إلى تدخل دولي عاجل. ومنذ أكثر من 70 عاما ما زال نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يقتاتون على ما توفره وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في وقت لم تتمكن فيه الأونروا من توفير كافة احتياجاتهم الأساسية بسبب أزمتها المالية. هذا شكل من أشكال العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي، والذي يضرب عرض الحائط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل قاعدة للمنظومة الدولية لاحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الإنسان في تلقي العلاج والصحة والتعليم. وكأن الدنيا ضاقت على الفلسطينيين بدءا من الحصار إلى تفشي فيروس كورونا، وصولا إلى نهش الأرض وبناء المستوطنات واعتقال وقتل الأطفال والرجال والنساء والشيوخ من الاحتلال الإسرائيلي. تجري عمليات هدم جماعي، منع من التنقل والسفر، إقامة حواجز، عمليات قتل خارج إطار القانون للمناضلين وعمليات اعتقال، عمليات استهداف للصحفيين، الأطقم الطبية، الجميع مهدد تحت الاحتلال. فمهما كانت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، إلا أن الحقوق الفلسطينية تبقى مكفولة لدى الهيئات الدولية وكافة الشرائع السماوية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين.